ازيكم اغلى واجمل متابعين، يا رب تكونوا بخير وبافضل حال. ان شاء الله رجعت لكم النهارده في فيديو جديد، وفيديو النهارده يعتبر فيديو التوفير. هقول لكم ازاي انا بقدر ان انا اكل الطيور دي كلها عندي، وازاي بقدر ان انا اوفر في العلف، او بمعنى اوضح ازاي بقدر ان انا اكل الطيور دي من غير علف. وبسم الله ما شاء الله، الله اكبر، حجم الطيور حاجه بسم الله ما شاء الله، وكمان الاوزان مرضيه جدا. وبالنسبه للطيور اللي بتبيض بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، برضو مغرقاني بيض، سواء البط او الفراخ. او نعم انا ما عنديش عدد فراخ كبير، بس الحمد لله والفضل لله طبعا الطيور عندي بتبيض لي كميه بيض حلوه جدا. سواء بقى كمان البط اللي هو القافل عندي ما شاء الله اوزانه زي الفل، زي ما انتم شايفين الدكر المسكوفي حاجه بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، حاجه زي الفل، اللي هو الدكر اللي قدام حضراتكم ده. وده بسبب ان انا باكلهم بطريقتنا، اللي هي طريقه معينه، يعني يعتبر مش باكل علف خالص، بس مع ذلك بسم الله ما شاء الله الطيور عندي حاجه زي الفل. وكمان الفراخ اللي هي اللي بدات تبشر معايا بالبيض، زي الفرخه اللي بتشرب جنب الديك الهندي دي، والفرخه اللي هي ديت، الاتنين دولت بداوا ان هم خلاص يبشروا معايا بالبيض. بس بقى تابعوا بقى معايا الفيديو للاخر عشان نشوف انا باكل الطيور ايه. وما تنسوش لايك على الفيديو عشان الفيديو يترفع ويتشاف، يا ريت لو بتشوفوني تعملوا لايك على الفيديو وانتوا بتتفرجوا. وكمان لو بتشوفوني لاول مره اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس للكل عشان يوصلك كل جديد من عندي. طبعا انا دلوقتي ما فيش قدام الطيور اكل خالص، انا غيرت لهم الميه بس. وبستنى كده لما الدنيا تبدأ ان هي تنسم، او الجو يبدأ ان هو يدفى، لان طبعا الجو الفترة دي طول الليل بيبقى هوا شوية، وبيبقى فيه لسعة برد جامدة بالليل للطيور. فانا طبعا لسه لا اكلت ولا عملت اي حاجة، كل اللي انا عملته ان انا غيرت المية وحطت لهم مية نظيفة علشان يبدأوا ان هم يشربوا مية نظيفة على الصبح. ولسه طبعا لا اكلت ولا اي حاجه، انا بس كنست كده الارضيه كنسه بسيطه، اللي هو حتى لسه انا ما كحتش الارضيه، بدات ان انا اكنسها كده حاجه بسيطه علشان لازم ان انا كل يوم الصبح انضف المكان للطيور علشان يبقى تحت رجليهم نظيف. والناس اللي بتقول الطيور عندها بتبوظ الصب او الكلام ده كله، انا لو هتلاحظوا ما تلاقي الطيور بتعمل طبقه كده على الارض، الطبقه دي انا ما بشيلهاش، الطبقه دي بتبقى فوق الصبه، دي بتكون حلوه جدا على رجليهم علشان برضو الكساح والكلام ده كله، بتبقى الطبقة دي حماية للصبة وفي نفس الوقت حماية كمان للطيور، علشان برضو الناس اللي بتقول الطيور بتبوظ الصبة. تمام، ويلا بقى كده نفطر الطيور مع بعض، وهوريكم انا بفطرهم ايه بأرخص بديل للعلف، وفي نفس الوقت هيشيل معايا اوزان عالية جدا، وكمان بيزود نسبة البيض عند الطيور، لان في كل حاجة الطيور محتاجاها. فتابعوا بقى معايا الفيديو للاخر، ولو لسه معايا لحد دلوقتي يا ريت تكونوا عملتوا اللايك على الفيديو. ودلوقتي بقى انا حطيت لهم هما يفطرهم. طيب انا بفطر الطيور ايه، ولا اكلي عبارة عن ايه؟ انا دلوقتي حطيت لهم، احنا كان عندنا زفارة سمك، كان عندنا بواقي رز، كان عندنا خضار، كان عندنا تقطيع بصل، كان عندنا حاجات كتير تحت، الطيور بتلم كل ده. اكل البيت عامه مش شرط السمك، او هو اكل البيت عامه الرز، الحاجات ديت فيها بروتينات وفيها فيتامينات وفيها كل حاجه الطير محتاجها، لان فيها حاجات تخص التسمين، فيها بروتين، فيها كمان الكالسيوم اللي هو محتاجه، فيها جميع انواع البهارات، فيها خضار، فيها رز، فيها نشويات، فيها كل حاجه الطير محتاجها، تبقى حلوه جدا للتسمين. بس بعد مرحله التقفيل بتاعه البط، وهقول لكم الوقت ازاي، فيها كل حاجة تخص التسمين وزيادة انتاج البيض عند الطيور. يعني بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، الاوزان عندي حاجة بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله. النطي عندي القفلة دلوقتي معدية الاتنين كيلو، والذكورة اللي انا بعتها كانت الدكر 3.25، والدكر التاني كان 3.5. فبسم الله ما شاء الله الاوزان حاجة زي الفل، بيشيلوا اوزان بسرعة معايا، وكمان بتساعد في زيادة انتاج البيض للطيور، لان يعتبر فيها الكالسيوم وفيها البروتين وفيها كل حاجة الطير محتاجها علشان يقدر ان هو يكون عنقود البيض بتاعه. طيب انا بستعمل دي ازاي، وازاي ان انا اوفر فيه العلف للطيور؟ لو مثلا عندنا طيور صغيرة، ازاي ان احنا اقدر ان انا اوفر في العلف من خلال الاكل ده؟
الحاجات ديت ما ينفعش ان احنا نحطها للطيور قبل عمر شهر، ايا كان بقى بط، فراخ، رومي، اي حاجة. المهم قبل عمر الشهر ما ينفعش. بنقدمها لهم ازاي؟ بنقدمها لهم بعد وجبة الفطار. يعني بعد مثلا عفوا لو احنا عندنا بط عمر شهر، بنبدأ ان احنا نديله اكلة الصبح، بتكون علف صافي، عشان برضو تكونوا مركزين معايا. بنديله علف صافي وطاقة العشاء بتاعته، بنبدأ ان احنا نديله اكل البيت. اهم حاجة اللي احنا ما نمنعش عنه العلف في المرحلة دي، تمام؟ لان المرحلة ديت بتكون اذا منعنا عنه العلف بتبدأ مشاكل تساقط الريش، وتبدأ مشاكل الافتراس والكساح والحاجات دي كلها. فعلشان كده انا بقول دايما لما نيجي نقدمها للطيور لازم نديها له بعد طاقة الفطار بتاعته، اللي هو بتكون علف صافي. وبعد كده بنبدأ ان احنا نديله وجبة العشاء بتاعته، بنديها له سواء بقى اكل البيت سواء اي خلطة انتوا عاملينها. المهم ان وجبة الفطار تكون علف صافي. لو الفراخ قطع بيض، لو الطيور عندكم ما بتشيلش اوزان، صدقوني الطريقة دي انسب طريقة. طيب ارخص بديل للعلف هو اكل البيت. وكمان انا بشتري اللي هو العيش، بروح سواء بقى عندكم فرن، عندكم طاحونه، ايا كان عندكم ايه، بتروحوا بتقول لهم عايزين اللي هو بقى كسر العيش او بواقي العيش. الكيلو ب 3 جنيه عندنا هنا. انا بجيب الشكاره 20 كيلو ب 100 جنيه او ب 50 جنيه، والله ما انا فاكر. بجيبها، والعيش ببدأ ان انا لو عندي مثلا بواقي اكل بيت زي ده ببدأ ان انا احط عليهم العيش. وكمان بجيب ردة اللي هي النخالة، بس لازم تكون ردة خشنة او سيرس، وببدأ ان انا احطه على العلف هو والعيش، على الاكل البيت هو والعيش، وابدأ ان انا احط عليه شوية مية وانسمهم واحطهم للطيور. دي بقى اللي ممتازة جدا في التسمين وفي زيادة انتاج البيض وفي ده كله. انا عندي الردة وعندي العيش، بس والله كسلت ان انا اعملها لهم النهاردة، فعلشان كده حبيت برضو ان انا اصور لكم كده بالطريقة دي. فهو الردة والعيش مش مكلفة خالص، لان طبعا كيلو العلب بقى ب 9 جنيه، غالي جدا 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 جدا، وفي ناس مش في مقدرتها انها تجيب كل يوم 2 او 3 كيلو علف. فهي ديت اكتر طريقة اقتصادية نقدر ان احنا نعملها ومش مكلفة بالمرة. يعني لو على قد شكارة العيش هتقضيهم اسبوعين ولا حاجة، لان طبعا انا الكمية عندي مش كبيرة قوي، بس الحمد لله طبعا الرضا. فطبعا زي ما قلت لكم شكارة العيش هتكفي وبزيادة كمان، وكمان هتوفر معانا كتير العلف، وهتوفر معانا في كل حاجة. كمان بتساعد في التسمين وبتساعد في زيادة انتاج البيض. يعني ما شاء الله انا عندي البط بيبيض لي كمية بيض حلوة جدا، وعندي البط كمان يعني اوزانه بسم الله ما شاء الله، حتى البطة اللي هي المقرمدة اللي فوق ده 2 كيلو الا ربع، فبسم الله ما شاء الله الله اكبر على الاوزان، بسبب الخلطه اللي انا بعمل لهم ده، وبسبب الطريقه اللي انا بقدر ان انا اوفر لهم فيها بابسهل وابسط الطرق. فهو عادي ممكن ان احنا نوفر في كل حاجه حتى في اكل الطيور، ومع ذلك بنديله كل حاجه هو محتاجها. بنديله خضره، بنديله بصل مضاد حيوي اللي هو يعتبر مضاد حيوي طبيعي ورافع مناعه، زفارة سمك، رز، اي حاجة من ديت، كل دي مفيدة جدا. ليه؟ لان فيها كل حاجة هو محتاجها، فيها كل العناصر الغذائية اللي جسمه محتاجها. يا رب تكونوا عملتوا لايك على الفيديو، يكون الفيديو عجبكم، وتكونوا اشتركتوا في القناة، واشوفكم فيديو جديد على خير.